خيط رفيع يفصل بين حماية الأبناء والتجسس عليهم على وسائل التواصل الاجتماعي. فحتى وقت ليس ببعيد كان الطفل محاطا بحماية ورقابة أفراد عائلته والمقربين منه، وكان من الصعب قيامه بأي سلوك يعرضه للخطر دون اكتشاف أمره. أما اليوم ومع تغول وسائل التواصل الاجتماعي في كافة مفاصل الحياة والعزلة التي يعيشها الأطفال والمراهقون بصحبة أجهزتهم، أصبح الأمر أكثر تعقيدا. لكن كيف للأهل حماية أبنائهم دون المساس بخصوصيتهم والتجسس عليهم؟ خبراء في منصة إيمام الأمريكية يرون أن هنالك عدة أسباب قد تتيح للأهل مراقبة نشاط أطفالهم على مواقع التواصل الاجتماعي، منها اكتشاف خطر حقيقي يعرض الأطفال لابتزاز مباشر، أو ملاحظة تغير غريب في سلوكياتهم وعاداتهم. لكن لدعاة التربية الحديثة رأي آخر، فهم يدافعون عن حماية خصوصيات الأطفال وعدم انتهاكها، فالخصوصية أمر لا يجب المساس به لما قد ينجم عن ذلك من آثار نفسية عميقة لدى الأطفال. وبين هذا وذاك يبقى التساؤل المهم معلقا، هل يلتزم الأهل بهذه الخصوصية وترك أطفالهم عرضة لمخاطر محتملة؟ أم أن مراقبة الأطفال جزء من رعايتهم ومباحة إذا كان الغرض منها حمايتهم من الأخطار؟